مخروق العود الازرق والبخور هنوا يوم العرس وافين الرجال العريس اليوم ننذر له زهور سالم ابن العز محشوم الخصال والعروس وجداني فاقت كل نور بنت ابوها كلها زين وجمال بنت ابوها كلها زين وجمال يا عمر مبروك يا الفضل الكسور الدهان اليوم يا عز انتزار ويجعل ايامك افرح وفطور يا مهل من وصف لك باقي الخيال هنو سالم وعمر يا اهل الغرور كاسبين الطيب من فعل ومجال كاسبين الطيب من فعل ومجال يا ابو سالم وهو سكر الصفور العريس سالم أمهم في مدحها صفت العطور ما نعرفها بكلها الدنيا مثال ما مثلها بكلها الدنيا مثال هذه أم سالم بها تذهب سطور نسلها أهل الفقر في يوم الحزان يلغي تجعل كل ليالهم سرور وصحيح الغالي تفرح قبال يلغي تجعل كل ليالهم سرور وصحيح الغالي تفرح قبال وصحيح الغالي تفرح قبال مخروا بالعود الأزرق والبخور هنوا يوم العرس وافين الرجال العريس اليوم ننذر له زهور سالم ابن العز محشوم الخصال والعروس وجداني فاقت كل نور بنت ابوها كلها زين وجمال بنت ابوها كلها زين وجمال يا عمر مبروك يا الفد الكسور التهاني اليوم يا ابيات انتزار ويجعل ايامك افرح وفطور يا مهل الوصف لك باقي الخيال هنو سالم وعمر يا اهل الحضور كاسبين الطيب من فعل ومقال كاسبين الطيب من فعل ومقال يا ابو سالم وهو سكر الصقور العريس ساس من جد النقال صادق للغيم وقمار الشهور بجود المزن وشفوق الجبال امهم في مدحها صفت البحور ما مثلها بكلها الدنيا مثال ما مثلها بكلها الدنيا مثال هذه أم سالم بها عزها السطور نسلي أهل الفقر في يوم الحزان يلغي تجعل كل ليالهم سرور وصحيح الغالي تفرح قبال يلغي تجعل كل ليالهم سرور وصعيد الغالي تفرح قبال وصعيد الغالي تفرح قبال أو من خارج المملكة 00966501341686